حمو بيكا يستحق عضوية نقابة الموسيقيين لأنه عند جمهور ضخم وبيحقق نجاح كبير. خلاص اللي يتعمل من الجمهور نقابة أخرى موازية حرة، وتقابل زي ما كان فيه في يوم من الأيام نقابة حرة بجنب النقابة الرسمية. يعني حمو ده مستحيل يدخل نقابة الموسيقيين؟ لا مش مستحيل، ده هو بيغني دلوقتي ولقى نفسه فين وجمهوره وسع له وعمل له المكان، يستفيد بالمكان ده ويعلم نفسه. هما لما يبقوا نقابيين مش بيقدموا بقى الكلمات اللي بيقولوها ويقدموها للرقابة ويبقى عندهم أساس للموضوع بدل ما يبقوا في العشوائيات كده؟ عمر النقابة ما هتبقى، النقابة هتبقى غطاء لمفردات فاسدة تحت منها تمر. بس يبقى فيها مرقبة. إيه؟ يبقى فيه مرقبة. فين؟ طب استني بقى، فين الناحية الفنية؟ الرقابة الفنية فين؟ بيغنوا من غير ما يروحوا للنقابة الفنية. بيروحوش في ولا حتة، بيغنوا لوحدهم. بيطلع يغني وإذا اتقبض عليه هياخد حكم، ما اتقبضش عليه أو مش. خلى الدنيا كلها تغني والسوشيال ميديا خلت. عارفة الزحمة عدوة الرحمة. يعني عارفة لما يجروا ناس من البوليس هتمسك اتنين تلاتة والباقي مش هتمسكوا. اليوتيوب والسوشيال ميديا مش تبع حد، ده مفتوح للعالم كله وكل واحد يقول اللي هو عاوزه. على عيني. وهو اللي بقى يجيب فلوس. لو حضرتك طبعا أكيد عارف. أرد عليكي؟ اتفضل. كل طلعت شمس فيه 3000 تجربة غنائية في أمريكا، بيجي آخر السنة 3365 بقول لك هم دول مطربين المجتمع؟ لا بس موجودين. بتعمل لك إيه؟ توب 5 توب 10 توب 20 أو المشاهدة موجودين. اللي احنا استغليناها وبقى نرشيها. وفي الأندر جراوند اللي هم بيبقوا على أرض وثابت نفسه، وفي الراب، وفي في مليون حاجة في أمريكا. الأندر جراوند مش نوعية فن، ولكن فنان بيعرض نفسه ان شاء الله يكون فين هيثبت وجوده. طب والراب لما طلع الراب دي يا جماعه دي اساليب غنائيه عالميه، فيها حاجه اسمها الراب والراي. طب ما هم فاكرين ان هم راب، ده هو بيقول لك يا راب يعني ايه؟ هم بيقولوا كده راب يعني ايه؟ اولا هم بيقولوا ان الراب اللي هو في امريكا والكلمات اللي بيقولوها. ايوه لعلم. يعني حمو بيكا قال لي ما مايكل جاكسون بيقول كلمات كلها ايحاءات جنسيه، اشمعنى؟ والله بيقول مايكل جاكسون بيقول وبيعمل إيحاءات جنسية ونجح نجاح فظيع في العالم كله، فبيقول لي اشمعنا احنا؟ ومات مايكل جاكسون ومات معاه القضية والقصة واللغة. نوعيات الغناء مطلوبة في عالمنا، ولكن يظل هناك مطربين رحلوا عن حياتنا ولكن موجودين. انت كراجل ملحن قديم شفت العصر الجميل زي ما قلنا، لازم انت تدرس الظاهرة دي مش تعارضها، تدرسها ومسؤول. هل كلامي معارضة؟ لا بص، ومسؤول عن انك تشارك في حلها. لا يوم العيد بيتلموا ورا عربية الرش بيشلحوا الهدوم ويمشوا وراها يغرقوهم مية. معلش شكرا. يعني حضرتك مش هتشارك في لا لا انا شارك مع اللي بص عايز اقول لك حاجه، انا قلت لك في اول كلامي من ضمن الاصوات الجديده البحراوي ورضا البحراوي، ده انا لا قابلته ولا شفته بس سمعته لفت نظري ومستعد اشاور عليه اقول له تعالى تعالى هقعد معاك. نروح للسؤال اللي بعده.